نتكلم عن اليوم في الشباب، سنخش قليلا عن أجواء آسيا وسنعود لها بعد قليل. اليوم في الشباب عقدت الجمعية العمومية السنوية العادية لنادي الشباب. ترأس الاجتماع نيابة عن رئيس الشبابي الأستاذ خالد المعمر نائب الرئيس. اليوم حضرنا طبعا هذه الجمعية وخرجنا بهذه التغطية. الاجتماع يعني في الجمعية العمومية بحضور سعادة الأستاذ عبد الرحمن المسعد مدير مكتب رعاية الشباب بالرياض، وبدون شك الزملاء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية. يمكن شفت واستعرض الأستاذ عبد الله الغريني أمين عام النادي التقرير الإداري والمالي والفني للموسم، تحدث عن يعني جميع ما تم في الموسم الماضي، هذا إن شاء الله الماضي اللي هو سواء المسابقات أو النتائج الحمد لله والبطولات اللي تحققت، أيضا التقرير المالي اللي هو بالنسبة للمصروفات والإيرادات لهذا الموسم وال يعني ما احتواه التقرير. الحمد لله يعني بالنسبة للجهود المجلس الإدارة برئاسة الأستاذ خالد البلطان نحمد الله سبحانه وتعالى توفيق النتائج الطيبة. نتمنى إن شاء الله أنه الموسم القادم أو الموسم الحالي إن شاء الله يكون إن شاء الله أيضا كسابقة. أول شيء طبعا هالجمعية العمومية العادية اللي أقرت اليوم الأحد 15/11/1433، طبعا هي عمل الجمعية العادية طبعا بحضور السعادة الأستاذ خالد المعمر نائب الرئيس وسعادة الأستاذ عبد الرحمن المسعد مدير عام المكتب الوسطى. طبعا تكلمنا عن عرض تقارير الخاصة أو الأشياء اللي أنجزت خلال العام المنصرم وامتداد إلى هذه السنة من تقارير فنية وإدارية وجميع الأنشطة اللي في نادي الشباب. هي يعني كان الحمد لله وفقنا بهذا العمل، وإن شاء الله تعالى أن يكون إن شاء الله امتدادا لما سبق من الأعوام السابقة. فهد بترك التعليق على موضوع الشباب بشكل عام، هو في الأمور الإدارية يسير بشكل احترافي، لكن يبدو أن جمهور الشباب زعلان على الشبابيين شوي عن الجانب الفني هالأيام. شو اللي صاير برأيك بالشباب؟ أول شيء ترى يعني في بعض الفرق يحصل معها دروب، ولكن الدروب لما يجي في البداية أفضل ما يجي مثلا متأخر. طيب. وأيضا احنا كلنا نعرف أن في وجهة نظري وهذه يعني ليس في فريق الشباب، إنه في أغلب الفرق اللي موجودة في المملكة العمق الدفاعي يعني بعد تفاريس قل يعني المستوى في هذا الخط، مع أنه ما كان ذاك اللاعب المؤثر في الموسم الماضي بصراحة. كخبرة يقود هذا الخط يعني كان له يعني إيجابية. نتمنى إن شاء الله أن الفريق الشبابي يعود، لأن الفريق الشبابي إلى الآن حتى في المباريات اللي فاز فيها لكن كمستوى اللي بالعام الماضي وقبل العام إلى الآن فريق الشبابي لم يعني يرجع لمستواه وشيء اللي شفناه العام الماضي. نتمنى إن شاء الله المدرب أيضا، عندي خبر أنه اجتمع مع اللاعبين بعد مباراة الهلال، وأتمنى إن شاء الله أن على الأقل اللاعبين أنهم يحسون أنه يعني لم يقدموا شيء إلى الآن حتى المباريات اللي فاز فيها فريق الشباب، لكن كمستوى فني اللي شفناه عن الشباب اللي كان يعني الجميع يشيد في فريق الشباب العام الماضي إلى الآن غايب. نبارك لهم أيضا بالجمعية العمومية، بس كنا نتمنى على الأقل أنهم يكون في دعوة الفريق الشباب يعني ما شاء الله عليه يعني إداريا وأيضا كعلاقات أبناء النادي مفروض يدرون عن هذه الجمعيات. ما عندك خبر أنت يعني؟ لا، ما اقول لك على اي مناسبه تكون مثلا في في في, في النادي. انا اتمنى يعني هذا يعني عتاب محب، اتمنى على الاقل ريال النادي يكون عندهم خبر دعوه يعني في بعضهم بيحضر وبعضهم مو بحاضر، بس على الاقل يعني انا تفاجأت تو اشوف التقرير. نتمنى ان شاء الله يكون في تواصل من الطرفين ان شاء الله. انت تحس انه مثل حتى لو كان شيء رسمي يعني هو في النهايه جمعيه عموميه، يعني الاعضاء اللي يحضرون
ما هي مناسبة مثلا احتفالية ولا تكريم ولا شيء؟ والله شوف انا بقول لك حتى في احتفاليات يعني راحت، انه نتمنى ان يتواصلون على الاقل مع اللاعبين او يعني اللي قدموا للنادي يوم الايام، ولا يعني عتب محبه، ولا ترى يعني حتى لو دعاني يمكن ما اروح، بس انا اقول لك لما اشوفها في التلفزيون يعني فجاه زي كذا، وفي حاجات كثيره يعني اتمنى ان شاء الله الفريق الشبابي المستوى وايضا نبارك ايضا للاستاذ خالد البلطان استاذ خالد معمر. طيب اتمنى لهم ان شاء الله التوفيق. عبد الله عن الشباب وش ممكن تقول قبل ان نذهب الى فاصل اخير؟ والله بالنسبة عادي للجمعية، هي جمعية عمومية عادية مجدولة طبعا من السابق طبعا لإقرار الوضع أو طبعا الاطلاع على الوضع المالي والإداري في 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 الفريق، وهذه طبعا أمور مجدولة من السابق يعني في الأندية. إذا تحدثنا عن يعني الوضع الفني للفريق الشباب، أعتقد أن الشباب فعلا لا يختلف اثنان على أنه يعني ليس شباب اليوم هو شباب الأمس. يعني الشباب في الموسم الماضي كان مختلفا تماما، وربما ايضا اتفق مع الكابتن فؤاد في 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 انه الفريق الدفاعي لديه حقيقه شغف كبير في في يعني خطه الخلفي، ربما اثر عليه تفاليس وغيابه في هذا الموسم. نعم. انا اتصور ان الفريق الشبابي ربما الاداره الشبابيه مقتنعه تماما مع الجهاز الفني بانه فتره التسجيلات المقبله في يناير ربما يراعون هذا الوضع تماما، وربما نعم. تكون هناك انتدابات للاعبين في في خط الدفاع او في في الفريق ككل يعني. نعم. كعناصر. طيب بعد الفاصل حنشوف ماده في الملعب زمان مختلفه، ايضا من المواد الثريه في ارشيف التلفزيون السعودي، كان موجود في من ضمنهم كابتن فؤاد انور. كاميرا كانت تصور كواليس بعد الانتصار السعودي على المغرب، على المغرب، وكان في لقاء لك طبعا مشخص وشنب طبعا. وبالتأكيد سنعرض بعض وحتى لقاءات مع جماهير قديمة كلها من كواليس ذلك الانتصار في 94 بعد فوز المنتخب السعودي على المغرب، ولكن بعد الفاصل.